حياكم الله مجددا في أهلا. في صحيفة الوطن نشر الكاتب الأستاذ ماجد الجريوي مقالا مهما جدا عنوانه الهبة الجديدة، في كثير من التفاصيل اللي تتماس مع حياتنا اليومية ومع ثقافة مشاهدة بشكل دائم، وحولها كثير من الجدل والتفاصيل، ثقافة التسويق وطريقتها واستغلال بين قوسين بعض المشاهير لفكرة التسويق بجانبها الغير جيد. خلوني أقول تفاصيل كثيرة موجودة في هذا المقال بنعرفها مع ضيفي الكريم الأستاذ ماجد الجريوي كاتب المقال اللي ينضم إلي هنا في أهلا. أستاذ ماجد مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء الورد، مساء عليك ومساء على مشاهدين يا هلا، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي يا رب. أنا خلني أبدأ من الأخير، يعني آخر المقال كان يعني الزبدة مع إعجابي بكل ما صار في مقدمته. تقول فيه وأكد كلام صديقنا فيجل جارد، كنت يعني تستشهد بمقولة له من كتابه بأنه تقول للفنان بإمكانه اليوم، تتكلم عن اليوم، صحيح، أن يدفع لتطبيق تيك توك ويجعل أغنيته هبة الشتاء، والمغرد يستطيع أن يجعل نفسه ترندا بأن يدفع لتطبيق إكس، والمشاهير بإمكانهم أن يدفعوا لجهات معينة ليتم التجمهر عليهم وهميا واقتصاديا. المحلات تدفع لهذه التطبيقات، وكذلك الأبحاث النفسية في عالم الألوان باختيار لون محدد لسنة 2023 أو 24. ماذا لو لبسنا لونا مغايرا؟ هل أنا متخلف عن تلك الموضة المخلوقة عمدا أم أحتاج إلى أن أدفع لكي يرضوا عني؟ أنت تعترض على طريقة التسويق اليوم ولا على فكرة أثرها؟ لا، أنا مع، يعني ما عندي مشكلة في الفكرة التسويق نفسها، ولكن ما أبغاها تنطلي على الجميع. أبغى العالم يستوعب أن هذا الشيء مصنوع صناعة. ما في شيء اليوم يعني كذا جاء بالصدفة ولا جاء تهبة. حتى الكاتب نفسه ذكر في كتابه، وكتاب رائع جدا، تشريح الاتجاهات، يقول ما في شيء اسمه صدفة، ما في شيء اسمه صدفة. يعني احنا ناخذ سلوكنا واتجاهاتنا بناء على أشياء مسبقة وأشياء مدروسة وأشياء من صنع البشر. يعني ما في شيء موجود صدفة. يعني بس أنا الفكرة هي أني بوعي إن كان قدرت وأنوع عن فكرة أن ترى الهبة، التجمهر، الأغنية اللي تصير فجأة ترند، المقهى اللي يصير فجأة ترند، نوعية المشروب اللي يصير فجأة ترند، كل هذه وراها. طيب أنت نبهت أوكي إلى أنه تصير، الناس فاهمين، يعني الناس عارفين أنه واضح أن الموضوع تسويقي، فأنت وين المشكلة عندك في الحكاية؟ واضح، متأكد أنه واضح يعني الجميع. ما أعتقد أنا، لأن لسبب في تغريدة، أنا لو أنت يا أبو يحيى عندك شركة إلكترونيات، وجيت أنا شخص مغمور غردت بتغريدة كتبت والله حلمي يكون عندي بلاي ستيشن 5 ولكني ما أقدر أجمع فسحتي، تجي أنت شركة باتفاقك معي ترد علي باقتباس وتقول ولا يهمك، حنا نوفرها لك ولا يضيق صدرك، وأهم شيء فلوسك اللي أنت جمعتها كفسحة تروح للناس تستاهل أو تروح للمشروع ودعمها لك إلى آخره. هذه ما انطلت على ناس، خلني أرجع خطوة في كلامك، ما انطلت على ناس كثير، أرجع خطوة. أنت قلت باتفاق، نعم. هل كل ما يظهر في السوشيال ميديا بهذه الطريقة، لأن احنا شفناها في أكثر من شيء، صحيح، تمام، ويمكن كان في قصة أخيرة يعني هي الأشهر، هل كل ما يظهر هو متفق عليه؟ لا، ما أقدر أجزم من الكل، طيب، لكن البعض، نعم، البعض ولا الغالبية يفرق؟ والله شوف يعني أكون صريح معك، أنا فيه ممارسات هي جديدة في السوق السعودي، إيه؟ وبدأت تنتشر بشكل أكبر. كانت لا أخفيك صراحة، في البداية كان الموضوع عفوي، فيه أشياء عفوية، لكن اليوم لا، تطورت استراتيجية التسويق، المنتج أو المعلن المباشر منفر، يعني ما حد يتقبله، لكن أني أجيبها بطريقة غير مباشرة، لا، التعاطف بيكون أكبر، أجيبها بقصة إنسانية أكبر وأكبر. طيب اليوم اللي أفهمه من كلامك أستاذ ماجد أن عندك نقطتين، عندك نقطة طريقة وآلية التسويق، وعندك نقطة ثانية انطلاءها على الناس على أنها حقيقة وليست تسويق، صحيح، تمام، نعم. النقطة الأولى، أنت مع ولا ضد أنك تستخدم أي أسلوب من أساليب التسويق؟ لا بالعكس، ومن ضمن هالأساليب اللي أنت ذكرتها طالما هي متاحة وموجودة، أيوه، في السوق ولا تضرحت، أي بالعكس، هي في النهاية استراتيجيات، في النهاية المسوق يبغى يكسب، ليش نحرمه من هذه؟ طيب النقطة الثانية أنها تنطلي على الناس، تمام، نعم. أنت المسوق هو همه في النهاية أنه يكسب، طب نعم، تمام، أنت وين اللي تحذر الناس منه بالضبط؟ يعني
لا تكون أنت المعلن بطريقة غير مباشرة. لا تكون أنت جزء من العملية التسويقية بدون ما وبدون وعي منك. لأن ترى في استراتيجيات تسويق فيها الغوريلا ماركتينج اللي هي تسويق حرب العصابات، بمعنى أنتم تخابطوا مع بعض، كل واحد يعلن عن طريق أنا ما راح بطلع، وهي بالمناسبة أرخص أنواع التسويق، أدفع ثمن بسيط جدا وهم يتنقلونها بينهم، شفت المقهى الفلاني، شفت المشروع الفلاني، هم كذا حرب العصابات يسمونها تسويق حرب العصابات. في المعلن الخفي اللي مثال اللي ذكرته قبل شوي حق اللي الطفل اللي يبغى بلاي ستيشن او اللي هو اللي يبغى بلاي ستيشن، وفيه اكثر من استراتيجية، ويمكن اكثر واحدة منتشرة عندنا في السعودية اللي هي المشاهير بشكل او المؤثرين، عفوا مش المشاهير، المؤثرين اللي عندهم حسابات متابعين كثر، هنا يستخدمهم في المعلن بشكل، لان في مصداقية اكبر لما يكون شاب يعلن او بنت. طيب اباخذك لبعد ثاني هو بعد الاستحقاق. اليوم انت لما تقول انه في اغنية في التيك توك ممكن تصير ترند، واسم او قضية في تويتر أو إكس ممكن تصير ترند، هل هذه اللي صارت ترند كانت تستحق هي كمحتوى أنه يسوق لها ويدفع فيه، ولا غلب اللي ما يستاهل؟ بصراحة غلب اللي ما يستاهل. هذه وجهة نظر. أنت شايف الأطفال اليوم يرددون أغاني يعني والله بصراحة مخجلة أو ما خلينا ما تناسب مستواهم عموما. ترى هي مو فقط بالأغاني، هي حتى ببعض الكلمات، بعض المقاطع اللي انتشرت، وهي تدرجات يعني هي ذكرها الكاتب أنها مسماها بالانتشار الفيروسي، وطبعا هي بعيدة كل البعد المجال الطبي، لكن انتشار الفيروسي بمعنى لو في مقطع أنا أرسلته لك يا أبو يحيى لحالك، أنت أرسلت العشرة، سبعة منهم تفاعلوا وانتشروا وهكذا، كأنه انتشار فيروسي. لذلك ترى فترة كورونا الله يعيدها كان الانتشار الفيروسي الإعلامي أو الماركتينج هذا حق التسويق أعلى بكثير مما تتخيل، لأن اليوم وقتها كان الناس يتواصلون مع بعض خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حتى الأقارب للأسف كانوا يتواصلون مع بعض خلال شبكات التواصل الاجتماعي، فتحس العالم ساكنين في بيت واحد، كلهم يلعبون كيرم، كلهم كيكة الليمون وغيرها من الهبات اللي كانت وقتها. لذلك الانتشار الفيروسي كان وقتها في أوج عطائه. طيب اليوم أنت أزمتك مع الوعي أنه لازم المتلقي يفهم أنه هذا تسويق. صحيح. كيف نوصل لهذا الوعي؟ شوف في تبني المبتكرات والأشياء الجديدة ذكرها إيفرت روجرز في نظرية عالم اجتماع، ذكر أنه قسم الناس أنه لو نزل كافي جديد أو مطعم جديد أو أي شيء جديد أنه الناس مختلفين، أربع فئات. في ناس اللي أول من يبدأ هذول المتبنين، هذول الأوائل، هذول غالبا شباب مندفعين عندهم امتيازات معينة تخليهم على قولتهم يجربون أي شيء بسهولة، ما عنده يخسر يربح، المهم إنه يجرب. بعدهم يجي الأغلبية المبكرة، هم نفس الأوائل هذول بس إنهم متأخرين شوي، ما عندهم مشكلة بس يتأخروا شوي. اللي بعدهم الأغلبية المتأخرة، هذول المتعلمين، لا أنا بجرب ما عندي مشكلة بس أبغى أفهم، شكاكين شوي، عندهم أسئلة. الفئة الرابعة هم المتأخرين وغالبا كبار سن حتى يستسخف أتبع هذه الأشياء ولا أشرب الأشياء هذه. هذه النظرية رائعة جدا وكانت في فترة سابقة، اليوم للأسف الفئات الأربعة هذول، خلينا نقول الرابعة مستثنى لأنها ما زالت موجودة، الفئات الأولى الثلاث اندمجت مع الهبات الجديدة ومع الاستراتيجية التسويق الجديدة فانعدمت الرغبة الذاتية، صرت أنا إذا ما جربت عيب علي. نعم. نقطة أخيرة إذا سمحت لي، سهولة التسويق اليوم وحتى رخصه ماديا. صحيح. يعني يمكن كثير من الأشياء ما هي صعبة، أسهمت في زيادة إنتاج محتوى غير جيد؟ طبعا طبعا، بلا شك بلا شك، إحنا البشر ترى صناع واقعنا، صناع لا يعني صراحة صناع واقعنا بوعي منا وبإرادتنا، فبالتالي كل الأشياء اللي نشوفها لا نتفاجأ فيها بصراحة، يعني قد نجهلها ممكن، ابحث عن الأسباب تلقاها لها موجود، لها أسباب، ما جت فجأة، ما جت يعني فراغ. يعني وش أسباب زيادة محتوى غير جيد؟ وش ممكن تكون أسباب البشرية؟ سهولة الوصول اليوم سهل جدا أي واحد يوصل، سهولة أي واحد يخلق محتوى اليوم، من أمس والسنوات الماضية من يخلق المحتوى؟ الإعلاميين، النخب إلى آخره، اليوم من يخلق المحتوى؟ الجواب عندك. طيب أستاذ ماجد شكرا جزيلا لك. عفو الله. شكرا لحضورك معنا ونتطلع أن نشوفك في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا لك. شكرا للأستاذ ماجد الجريوي. بنروح إلى فاصل وبعد ألقاكم.